أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الجنوبية في الحلقة الثامنة من برنامج الأرض الطيبة. هذا البرنامج الذي يعتني بمشاكل الفلاحين والفلاحة في تونس، أردنا من خلال هذه الحلقة اليوم أن نتطرق لموضوع مهم، موضوع تربية الأرنب أو في تونس بصفة عامة. يحضر معنا كل من الفلاح المربي السيد نهاد دمق، جانا من ولاية صفاقس من صغار فلاحي الجهة، مختص في تربية الأرنب، وتحضر معنا السيدة لطيفة خيري وهي رئيسة جمعية نكهة بلادي. نمشيو فيتيير بعدين نرجع. مرحبا بكم، احنا اليوم في الحلقة الثامنة من برنامج الأرض الطيبة على قناة الجنوبية. احنا في منطقة الحاجب من ولاية صفاقس في ضيافة سي نهاد دمق، باش نتبعوا اليوم مراحل نتاع مشروع تربية التربية العصبية للأرانب. تفضلوا معي. الشركة هذه مختصة في تربية أرانب الحم كمجال أول، ومن بعد كنا نجيو لتربية أرانب معدل التربية سلالات نقية. فما عندنا مجال آخر اللي هو صناعة معدات التربية و تصنيع توسكي ديزيكيبمون، سواء الموديل التراديسيونيل أو المودرن، يعني سواء المعدات التقليدية أو العصرية، كل شيء متوفر. نهاد، وانت تتحدث على الصناعة خلاف التربية، معناها انتم تشاركوا في المعارض الصناعة بتاعك؟ اكيد شاركنا في 2000. احكي لنا عن المشاركات واحكي لنا كيفاش تصنع. شاركنا في 2017 في معرض سياماب، شاركنا 2018 في SMA ميد فود صفاقس. المنتوج نتاعكم شكون موجه؟ والله موجه لبليزيور سيبل، معناتها عندنا شركات تاع كاترينغيز يوكلوا في السبيطارات، سواء سبيطار مثلا عندنا هوني في صفاقس الهادي الشاكر ولا الحبيب بورقيبه زوز، كيف عندنا دي سوسيتي بريفي كيما فيتالي يخدم عندنا زاد في الحل الحم مذبوح. يعني اللي يحب يعمل مشروع معناها ولا اللي قاد معنا مشروع في الارنب يجي يشري من عندكم انتم المعدات؟ اكيد نوفروا له معدات. شو نوفروا له؟ نوفروا له معدات، نوفروا له الارانب المعدل التربيه، نوفروا له سويفي تكنيك، احنا والفريق كامل معناتها سويفي تكنيك كامل، ان نوفروا له سوق بطبيعة خاطر. قداش عمر المشروع نتاعك؟ المشروع احنا بديت في الليفاج 2010، بدينا في بالطريقه التقليديه، مشروع نتاع زوز وثلاثه امات. اليوم بعد ديك دخلنا بالحق نتاع دخلنا في الليفاج اندستريال اخر 2012، تسمى اول 2013 اخر 2012. احنا اليوم في ضيعة النموذجية SMSA للسيد نهاد دمق اللي نخدموا معاه ونتعاونوا معاه في مجال تربية الأرانب. احنا نقبلوا العباد اللي تحب تستثمر في المجال هذا، سواء عندهم تجربة أو ما عندهمش تجربة، باش نعلمهم التربية شبه العصرية والتربية العصرية، ونتبعوهم من بداية اختيار الفكرة إلى حين أنه يصير دراسة المشروع متاع الفكرة، ونكملوا معهم زادة الانستالاسيون متاع البروجي متاعهم، وفي نفس الوقت نسعى باش نوفر لهم سوق باش يبيعوا المنتوجات متاعهم. حاليا المنتوج هو موجه للسوق المحلي، خاطر التصدير للخارج البلاد التونسية غير متاح حاليا لأنه ما فماش الاكتفاء الذاتي.
نعود أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا الفيتيير الذي يتحدث عن الشاب نهاد دمق، وهو كما ذكرنا أحد مربي قطاع حساس، قطاع فلاحي معروف جدا في تونس، ولكن عند البعض هو قطاع صعب، صعب أنه الإنسان يقوم بمشروع مثل مشروع تربية الأرنب لحساسية المشروع وحساسية الأرنب بصفة عامة في تربيتها وتكوينها وبيعها وتسويقها. سي نهاد مرحبا بك مجددا، مش تحكي لنا اليوم على معناها القطاع هذا، تحكي لنا كمربي، مش نحكيه على معناها واقع قطاع تربية الأرنب في تونس أفاقه، مش نحكيه على الإيجابيات، مش نحكيه على سلبيات القطاع. وأيضا من خلال الحلقة هذه أردنا أي نشير أيضا إلى أهمية لحم الأرنب ونكهته، مع إن شاء الله مش نشوفه مع لطيفة خيري رئيسة جمعية نكهة بلادي، مش تحكي لنا على أهمية اللحوم هذه وعلى صحة المواطن وصحة الإنسان بصفة عامة. تابعونا أعزائي المشاهدين، حاولوا باش تكونوا معنا في حلقتنا، إن شاء الله تكون حلقة أثرية. أيضا في ختام الحلقة مش نتحدث أيضا على موضوع نقطة بيع جديدة في صفاقس، وهي من المنتج المستهلك وأسعار مدروسة في متناول المواطن، مش نحكيه على جديد الفلاحة في بعض الأسطر، وهذه كله مش يكون في موضوع حلقتنا اليوم. سي نهاد كان تحكينا على موضوع تربية الأرانب، أنت من باب التجربة. في البداية نحب نشكرك سعلي على الاستضافة، ونشكر القناة اللي وفرت لنا مساحة في وقتها باش وفرنا البرنامج اللي نحكيه من خلاله على مشاكل الفلاحة والواقع ومشاكل الفلاح اللي مر بها. في الأول باش نحكي على تجربتي منذ البداية 2010، بدينا بعدد صغير بتاع أمهات، ممكن زوز ثلاثة أمهات، لقيناها حاجة عمل غرام، بدأت غرام يعني بشوية بشوية، كبر الغرام، كبر المشروع، شجعنا باش انه يولي مشروع قائم الذات، تحولنا من تربية عائلية لتربية صناعية. ما كانش سهل على الأول أكيد، يعني معناها تعبت برشا باش كونت مشروع هذا. احنا من 2010 حتى 2013 باش نجمنا نقلنا من طريقه التربيه التقليديه لطريقه عصريه، وتو قاعدين ديما في التطوير شويه بشويه. نشجعوا العباد باش تستثمر في القطاع هذا، ولكن ثم شويه شروط مثلا نحكيه على دراسه المشروع. يعني تو عندنا برشا مشاكل فلاح يبداو في المشروع هذا ما ينطلق دون اي دراسه، لا دراسه جدوى، لا اتيود دو مارشي، لا يشوف شنو المتطلبات. تعرف انت معناها المشروع اللي ما تسبقوش دراسه ممكن يكون مصيره الفشل. اكيد الدراسه هي اللي تعطيك الاهميه والرؤيه الواضحه للمشروع بصفه عامه، وخاصه معناها نحن خاصه يكون كلفه المشروع معناها كلفه كبيره بقى. ويكون ما تسبقوش دراسه، دونك الله يقدر معناها يكلل بالفشل واصل. احنا السنين الفارطه كان القطاع يمر بظرف خير برشا من تويكا الحق، معناتها احنا تو بعد انتشار فيروس كورونا تسببت في برشا خسائر للقطاع هذا، وخاصة في التسويق صارت مشاكل كبيرة، على خاطر كانت عندنا السياحة تمتص في ما يقارب 50% من الانتاج الوطني لهذا النوع من اللحوم. في جوان 2020 تودانكو ما لقينا روحنا ما عادش نبيعوا حتى كيلو أرنب للوتلة والسياحة وكذا. نجر عليه ستوكاج نتاع ديتون في مسلخ النجمة بالجم، الشيء هذا خليه يوصل كما نقوله وصلت الزنقة بالهارب لين سهيد أو يكسكر برشا ناس، هذا كيف سكرت. احنا على حسب احصائيات ديوان تربية الماشية، ونشكرهم بالمناسبة، حسب الاحصائيات نتاعهم لحد 2020 عندنا ما يقارب 2500 مربي بطريقة عائلية، يعني يربيوا في ديارهم، وعندنا ما يقارب 250 مربي صناعي كما شفتوا بحذنا احنا مثلا. اليوم نرى كونه مازالوا ثم يمكن على النطاق الوطني كامل ما نوصلوش حتى 70 مربي صناعي، وال 2500 قعدوا هما نفسهم، لكن تغيرت الوجوه وتغيرت
الناس هذه وكهو. وانت تحكي على بعث المشروع خاصة في صلب تربية الأرانب، أكيد كي نحكيه على بعث المشروع نحكيه على شخصية البعث أيضا، معناها شخصية البعث المواصفات اللي يلزمها تكون في بعث المشروع قبل ما يبدأ المشروع متاع. يعني احنا موجودين في صلب، معناها القطاع مش لاقي الدعم الكافي من السلطات المعنية خاصة وزارة الفلاحة ولا اتحاد الفلاحة وصيد البحر. لا 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 مع الأسف لا، صحيح في وقت من الأوقات الجامعة الوطنية عاونتنا باش انه نوصلوا صوتنا، باش انه نحكي انه نبعثوا مراسلات للوزارة، سواء باش دخلنا الأرنب مع وزارة الدفاع، سواء باش عملنا دي جورني دي ديجستاسيون. خدمنا في السابق خدمنا برشا حاجات، عاوننا الاتحاد، عاونتنا جي باك، عاوننا ديوان تربية الماشية، لكن اليوم مراعنا كان انه مازال قليل من الامل في ديوان تربية الماشية، هو اللي قاعد يوفر لنا في شوية يعني مثلا تلقيح، قاعد يوفرنا في شويه تلقيح، قاعد يوفرنا في مساحه للمشاركه في المعارض سواء في سي ام اب او غيره. في فهمتك لطيفه باش تفاعل معنا، نعطيك معناها للكلمه لطيفه. انت كرئيسه جمعيه نكهه بلادي، حضورك اليوم مش تقدم لنا اهميه المنتوج هذا على مستوى اللحوم، لكن الفقره هذه مش نجيوها بعد، لكن انت تعطينا رايك في تربيه الارنب بصفه عامه كقطاع. كقطاع انا تعاملت معاه طوال 3 أو 4 سنوات، كانت لي تجربه اولى مع نقابه الفلاحين وعملت معهم حصص تذوق، عرفت باللحم الارنب. والحقيقه هي احنا في جمعيه نكهه بلادي دائما كيف نعملوا حصص تذوق ونحكيوا على التراث ونجيبوا اكلات من الجهات يلقى تجاوب من العباد والناس تقبل على المنتوج هذاك. فالأرنب وقت لي أول تجربة لي فقط أنه جي عندي كليك كما نقوله بالفرنسي، أنه في تراث تونس الأرنب كانت تتربى في الدار، واليوم في المطبخ وفي الوصفات وفي الكتب وفي التلفاز وفي كل شيء ما تلقاش وصفات بالأرنب. زعم عليش من غادي كان تلقت رحلة كبيرة نكهة بلادي والأرنب، وعملنا لجغنية ناسيونال دو لابان ولقت نجاح كبير وساهمت فيها، كانت بالتعاون مع المجمع المهني، كانت بشراكة مع التجمع المهني المشترك. نجم تفسر أكثر على التظاهرة هذه؟ هي تظاهرة اللي ما تبعش التظاهرة. التظاهرة هذه كانت عبارة على فضاء افتحناه احنا جمعية نكهة بلادي والمجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرنب. الهدف منه كان التعريف بالمنتوج في حد ذاته والتسويق ليه. وقت اللي احنا لقينا كجمعية انه الأرنب موجود في تراثنا وتنساء، بدينا نبحثوا على السبب، مشينا للجدات والأمهات، خذينا وصفات قديمة، لقينا الأرنب ما شاء الله عندها وصفات في كل الجهات تقريبا من الشمال للجنوب، ولكن احنا ما ناكلوهاش في ديارنا اليوم. علاش؟ عملنا دي تابلو روند، عملنا دي جورني دو سنسيبيليزاسيون، وخذينا وصفات وسجلناهم وكتبناهم الوصفات هذوما في دي بروشور وفرقناهم في المعارض نتاع الفلاحة ومعارض السياحة وفي جميع التظاهرات نتاع نكهة بلادي طوال 2 أو 3. وعملنا أيضا أيام تحسيسية لأصحاب النزول، والحقيقة هو قال في كلامه سي دمق اللي وقت اللي طاحت السياحة طاح تسويق الأرنب، وهذا صحيح. احنا كان لنا دور هام، عملنا مع المطاعم والنزل حملات تحسيسية وأقبلت النزل ولا يتحط لحم الأرنب في المنيو، لورك قبل 2017 كنت صعيب باش تلقى لحم الأرنب في الوتلة التونسية. أبارتيغ دو لا ولات فما دي كوموند، مشينا لمساحات تجارية كبيرة وتفاعلت معانا واقترحنا المشروع وعطاونا فضائيات وعملنا حصص تذوق وتباع المنتوج على عين المكان. ولات فما بعض المنتجين نجموا حتى نسميهم ونذكروهم، كانوا هما وقت في بداية 2017 كانوا مهددين بإغلاق المحلات نتاعهم ورجعوا وقفوا على ساقيهم. ولقينا دعم حتى من مجمع النجمة أيضا كان وقف معنا، معناها جميع مربي الأرانب تفاعلوا مع التظاهرة هذه بين 2017 و2018 وساهموا فيها بأي طريقة كانت ونجحت برشا وسوقت للمنتوج، والجيش كان طرف الموضوع وخدمنا احنا بيدنا كجمعية معاهم في أيام تحسيسية وفي ورشات وكذا. بعد اليوم نحكيه على العالم بعد الكورونا،
بطبيعة الإنسان وقت تجي الأزمات باش يلجأ للحلول البديلة، وأحنا في جمعية نكت بلادي خدمنا ياسر على الأكل الهذية، الأكل في وقت الأزمة. علاش احنا اليوم عنا نهم وعنا إقبال كبير على منتجات مفقودة من الأسواق؟ نعرف التونسي يستانس بالدلالة، ما راو جدودنا كانوا يعرفوا كيفاش يستحفظوا على المنتوج ويحافظوا عليه. سينيهاد، استراتيجيتكم انتوما كفلاحة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين بالتعاون مع وزارة الفلاحة ثمانية للتصدير؟ احنا بما يخص التصدير لقينا يعني دي مارشي باش نجمو نعملو اكسبور للافريك اون 2019 قبل ما تبدا الكورونا، ولكن ما رانا كان انه المجمع المهني المشترك رفض الشيء هذايا بحجة أنه ما عندناش الاكتفاء الذاتي لهذا النوع من اللحوم. شنية الريفيرونس مش أنك تقول ما عندناش اكتفاء ذاتي؟ الريفيرونس كونه المينيتير وزارة الدفاع الوطني مش قاعد الجزرنيت مش قاعد تكونسومي في الأرنب. كيفاش احنا تحبنا اليوم نبيعه للجزرنيت بسعر متاع الحم الأرنب 2012، يزمني نبيع لهم بريود باش يولي عنا اكتفاء ذاتي باش أني نجم نعمل اكسبور. يعني علاش قلت لك ساعيك قطاع يتيم ما فماش اذا ما فماش هيكله؟ بالله ثم معادله ماهيش معناها نحب نوضحوها للمواطن. من جهه نحن عندنا مشكل في التسويق وحكيت على تراكمات وعلى معناها عرض اكثر من الطلب، ومن جهه اخرى نحكيه على معناها عدم اكتفاء ذاتي، عدم الاكتفاء الذاتي على مستوى الوطن. وهذاك علاش انا قلت لك معناها هل انه بالحق قطاع الارنب في تونس مازلنا معناها ما حققناش الاكتفاء الذاتي على المستوى الانتاج الوطني؟ سبق لي في اجتماع في سنة 2019 بعد ما كنا عملنا 17 و18 الحملات التحسيسية ونجحت التجارب هذيك، وكنت في معناها اجتماع معاهم خاطر عندي معاهم خدم اخرين، وحكينا على الأرنب خاطر قاعدة احنا حبيناها ياسر والعباد حبتها ياسر، معناها كان عملوها كي نمشيو لي ريجيون ناخذوا على الأرنب. محبوب يا حيوان أليف ومنينة مش على الأليف هذاك حيوان عائلي هذاك محليها محليها في التصوير. شكون فينا ما كانش يتمنى باش يربي أرنب في المنزل؟ اي وجستمو هذاك كان ديكليك في عملية الترويج للأرنب، علاش تفقدت ولقينا علاش وخدمنا عليها وروجنا لها. لكن الإقبال نتاع التوانسة خليها تقريبا وقت اللي انا اقترحت باش نعملوا دوزيام اديسيون تاع لا سيمين ناسيونال دو لابا في جي باك، قالوا راهو عندنا عجز في الانتاج، معناها وصل في فتره ما اقبال كبير من النزل ومن المطاعم ومن عقود خاصه في بعض المحلات التجاريه وبعض منشات الدوله، خليت انه الارنب مطلوبه معناها الطلب اكثر من العرض الموجود. وقتها يمكن صار الديكليك نتاع معناها لو كونفلي نتاع التصدير. نفسر لك هذا شنو اللي صار بالضبط. نجم نقولوا وصلنا للبلافون ماكسيموم. يعني احنا تو مثلا معدل انجاب عند الامهات على مدى العام وصلنا لل 9.5، انت معدل انجاب على عام كامل كل ارنب تجيب لنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في السيكل الواحد بين 9 و 10 خرانق. بينما السلالة اللي حابين نهبطوها هذه من على مستوى الإنجاب أكثر، في مستوى الإنجاب أكثر مستوى تقريب entre 10.5 et 11 la pro par femelle، معنا ما بين 11 و 12 بين 10 ونص و 11. والحاجة الأخرى اللي هي الميزان، ميزان نسبة النمو بتاعها في مدة التسمين، نسبة النمو خير من الجاي مخيم نسبة النمو اللي قاعدين نلقاو فيها حتى ويك. صحيح ما يمنعش كونه حتى ويك قاعدين نطوروا وغراس ايفوليسيون او نيفو تكنيك نجمنا نقاومه حتى لليوم، خاطر انا كي نقول لك راهو ثم كانوا 250 فلاح بطريقه صناعيه اليوم قاعدوا منهم 70، التراه هو هو راه ثم حتى شيء يفرق، نخدموا بنفس العلفه ونفس لي برودوي الى اخره، ولكن ندخل في امور تقنيه وامور علميه. انت تتحدث على العلم، تتحدث على التقنيه، تتحدث على قطاع يخضع للعلم ويخضع للمدوات ويخضع للمراقبه، لانه بالحق معناها قطاع الارنب في تونس هو قطاع حساس. نمشيو مع بعضنا في VTR نشوفوا المساله التقنيه في مرنبه نهاد دمق، كيفاش يتعاملوا مع الارنب، كيفاش يداويوا الارنب، كيفاش يرافقوا الارنب ليلا نهارا مع احدى المهندسات من جهه صفاقس. شوفوا مع بعض.
بديت من اكتوبر 2020 نخدم هوني ومن بعديك وليت ناخذ دي تاش بريسيز كيف ما سيليكسيون جينيتيك نتاع لي فيميل لي مال وكيف كيف الفروخ نتاع لونغريسمون تويك ما نجيش برشا براتيكمون جي في كلكو تاش عندي نخدم عليهم par exemple نجي وقت الميزبا نعمل سويفي نتاع لي مير نعمل الكونترول نتاع لي لابروز غير نشوفهم اسكو قاعدين يرضوا ولا لا وناخذ كيف دي نوت ديما كل شيء نقيدوه في دي لوجيسيال اهم مشاكل لي فاكسان مش موجوده فاكسان سواء مثلا تاع النزيف الدموي لي فاكسان تاع الفيروسات اللي نجموا ياخذوا على القطاع الارنب ياخذوا على القطيع بصفه عامه ثم مشاكل تاع تسويق وخاصه بعد انتشار فيروس كورونا خاطر السياحه كانت تمتص في نسبه 50% من المنتوج تاع لحم الارنب في تونس على المستوى الوطني اليوم السياحة ما هيش قاعدة تأخذ في حتى كيلو لحم أرنب دكتور منال بن علي جيرونت دو لا ستارت اب استرون بيوتيك استرون بيوتيك هي شركه ناشئه مقرها محطنه المؤسسات بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس قائمه على البحث والتطوير والابتكار في مجال البيوتكنولوجيا الصناعيه دونك تتعد استرون بيوتيك اول مشروع صناعي لانتاج البكتيريا والخمائر في افريقيا والعالم العربي نشاط الشركة يتمثل في توفير حلول للمشاكل اللي تأثر بشكل رئيسي على صحة الإنسان والحيوان والزراعة والأغذية والبيئة من خلال البكتيريا النافعة. تعد أسترون بيوتيك تتويج لعدة سنوات من الأبحاث في مجال الصحة والتغذية الحيوانية حول بروبيوتيك أفضت إلى مجموعة من المنتجات المبتكرة سميناها بروبيو. بروبيو هي عبارة عن خليط من البكتيريا المفيدة المعزولة من حيوانات المزارع اللي عندها خاصية البروبيوتيك. تستخدم على وجه التحديد كبديل للمضادات الحيوانية والفيتامينات وعوامل النمو وهي الحل لمشاكل التربية الصناعية الحيوانات التي تتميز بكثرة النفايات الغذائية والظروف الصحية السيئة وخاصة الاستخدام المفرط والخاطئ للمضادات الحيوية التي تتسبب في ظهور البكتيريا خطيرة ومقاومة للانتيبيوتيكو للمضادات الحيوية ويعبر عن الانتيبيو ريزيستانس اللي هي واحدة من أخطر التهديدات الحالية للصحة والأمن الغذائي العالمي. أخيرا تحصلنا على دعم في إطار برنامج إرادة وهي مبادرة جهوية لدعم التنمية المستدامة والممول من طرف الاتحاد الأوروبي وإشراف المندوبية العامة للتنمية الجهوية في إطار المشروع هذا باش نحاولوا نسعى إلى الوصول إلى إحداث نبض فلاحي جديد قائم على عدم استعمال المضادات الحيوية والمبيدات الكيميائية بالإضافة إلى دعم تشغيلية الشباب والمرأة الريفية. نعود أعزائي المشاهدين بعد ما شاهدنا الفيتير كما قلنا قطاع يخضع للعلم قطاع يخضع لتقنيات يخضع لرقابة تقريب يومية هو قطاع حساس كان تحكي لنا على مصاريف القطاع هذا اللي تعتبر بهذا نوعا ما هي على مستوى التقني هي كما قلت لك السعيكة الحاجات اللي خلت برشا فلاحة سكروا مشاريعهم هي كونوا نسبة التكلفة فاتت سعر التكلفة فات البري دو فونت يعني سعر التكلفة يفوت سعر البيع في الوقت الحالي وخاصة
نرجع ديما بعد فترة الانتشار الفيروس كورونا، شنو صار؟ هو احنا كل واحد عنده مجنة مثلا تهز 400 أم حاطت فيها 400 أم، ولكن وقت اللي صار ركود في الـ في الـ في الأسواق طيحنا في الإفكتيف، يعني المجنة اللي تهز 1000 أم ولينا نصبح نخدموا فيها 400 أم 500 أم، يعني نخدموا بريتم تاع 50% من الإنتاج. ومع هذا كنا نخدم في دورات كل 42 يوم، عندنا دورة يعني عندنا سيكل تاع ديفونت، تو أصبح نخدموا على 60 يوم، يعني في عوض اللي في العام ننجو 8 بوند ولا 9 بوند وننجو في 6 بوند 5 بوند باران. الشيء هذا اللي خلى نسبة التكلفة سعر التكلفة يطلع شوية، يعني على مستوى الأعلاف شنية الأمور؟ أمورنا تعبة ياسر. كيفاش فسر لنا سيدي؟ مش كان احنا في الارنب هذا بارتو، احنا مشكلتنا تاويكا مش كان غالي، احنا مشكلتنا ديسبونيبيليتي وكاليتي تاويكا، مشاكل كبيره ياسر، وخاصه بعد انتهاء اندلاع الحرب هذه ومشاكل نتاع ماتيير بريمير مفقوده، السوجه كيما السوجه كيما الفصه، خاصه الفصه الفتره الاخرانيه فما معامل خدمت لنا علف مركب للارنب يفقد مادة الفص. نحن أثر زيارتنا لمرنبة نهاد دمق لاحظنا أزياء خاصة، لاحظنا معناها على مرنبة معناها مغطاة ومكيفة، مصاريف معناها في تكلفة متاع إنجاز المشروع، أيضا شفنا أدوية، شفنا معناها تلقيح يومية، معناها قطاع يتطلب برشا إمكانيات، قطاع الأرنب في تونس قطاع يتطلب برشا إمكانيات. وخلينا نكملوا لك الفكرة بين قوسين. بالنسبة لحكاية التكلفة كما قلت لك، اللي كان كاري مثلا بتيمة بزوز ملايين كان ينتج في العام فيما يقارب مثلا 10,000 أرنب، يعني عنده 24 مليون كرة في العام باش ينتج بهم 10,000 أرنب، اليوم أصبح يخلص في 24 مليون كرة في العام ولكن ينتج في 4,000 أرنب، يعني هذا عامل من العوامل اللي خلت سعر التكلفة يزيد. احنا اليوم عشنا مثلا حتى في فلاح مربي يربي مثلا فوق 200 أم المجنة متاعه مليانة 100%، كنا نخدمه ب 50% 40% 60% نظرا لمشاكل التسويق. تحكيوا على مش قلت لي على الأعلاف وعلى سعر التكلفة والأدوية وكذا، احنا من فضل ربي ومن فضل الفريق اللي مختص معانا والإنجنيير اللي شفتهم اللي تكنيسيان نجم تذكرها مسينيات ثم حتى مشكلة نجمنا نطوروا وفتو في الوقت الحالي مش نزيد نعطيك معلومة أخرى، ولينا نخدموا الحم من غير حتى مضادات حيوية سونز أنتيبيوتيك سونز أسيد أميني، نخدموا دي بكتيري تو نشوفهم بعديك نحات لنا مشاكل الجهاز الهضمي عند الأرنب بصفة عامة، ربحنا شوية تكلفة وربحنا كونه لا فالور دي برودوي او نيفو دو مارشي بدلت، يعني احنا نوعا ما بدينا نبيعوا اعتبارها نقولوا ان برودوي بريسك بيو، فهمت؟ هذه حاجة عاونتنا باش نجمنا نواصلوا حد اليوم، خاطر راهو كي نحكيوا من مارس 2020 مارس 2022 راهي أصعب فترة مر بها القطاع هذا، يعني تداعيات غلاء الأعلاف ومعناها واستيراد المواد الأولية في الأعلاف كان عنده معناها عنده دور كبير. احنا تداعياته كانت ألحقت أضرار ب احنا مع أسف اليوم بالقطاع الفلاحة اللي عندها مشاريع كبيرة كي نحسبوا سعر التكلفة ونعملوا كل عام، قبل كنا كل عام نعملوا دراسة لسعر التكلفة مع تحضر معنا هياكل تابعة الإدارات ويصير مع المجمع المهني المشترك، احنا كنا أي فلاح تلقاه صارف اللي صارف 200 مليون اللي صارف 400 مليون على بتيم اللي صارف 500 دي شيفر كبار ياسر، ولينا ما عادش نحسبوهم في سعر التكلفة متاعنا، معناتها الامورتيسمون ما عادش نحسبوه فيه، اللي هذا نورمالمون ما يصيرش حتى في أي تيود بروجي عندك باش تعمل انفستيسمون عندك امورتيسمون ماتريال عندك امورتيسمون باتيمون الى اخره، احنا اليوم ولينا ما عادش نحسبوا فيه، على خاطر لو كان نحسبوه باش نلقاو كيلو الارنب حي باش تكلفنا بحث 11 دينار بين علفه وخدامه وتكنيسيان وامورتيسمون ماتريال. وانت تحكي على سعر الكيلوغرام من لحم الارنب باش ننوروا الراي العام،
في الأشهر هذه قديش سوم الكيلوغرام من لحم الأرنب؟ لحم الأرنب نحكيه دي ما أقلش من 18 دينار. مستهلك قديش يدفع باش ياخو كيلو هذي؟ كيلو ياخو من 18 دينار ل 21 دينار. الأسوام تفرق بين نقاط البيع الصغيرة بين لي غران سيرفاس. فهمت شنو يعني لا مويان بين 18 دينار لل 21 دينار كيلو الأرنب مذبوح لحم. لطيف نرجع لك وقعد هو يحكي على سعر الكيلو 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 جرام معناها فهمتني تقريبا وحكى على التسعيره نتاعو لكن لطيف للمستهلك كيسه ليس لعنكه شنو هي احسن اكلات اللي بالحق معناها تتماشى مع لحم الارنب وتعطينا بنه ونكهه جميله نجم نقدموها حتى لضيوفنا ونقدموها لاصدقائنا في الاستضافات وفي معناها زيارات عائلية. هو احنا كيف خدمنا الحملة متاع الأسبوع الوطني للأرنب باش نقولك شنية الحاجات اللي لقاو إقبال كبير. احنا كانت عنا وصفة البركوكش 7 الحومات وفيهم أرنب. هذيك ساعات نتلفت نقا واحد هز أرنب ما نعرفوش على مسيرها شنية معناها تلما سيتي بون بي. الأرنب في الكوشة من أسهل الأطباق وألذها والقاد زادة إقبال كبير. وقت اللي حطينا وصفة الأرنب في الكوشة بعنا برشا أرنب في أحد المحلات التجارية الكبرى اللي كانوا قبل عبيد يتعدوا قدام الأرنب وما يخزروا ليش وما يعرفوش كيفاش يطيبوها. دونك لقينا الحل أنك تعطيهم الوصفة في كتيب وإلا في بروشير وزادة في شير انترنت. عملنا سجلنا فيديوهات وعلمنا العبيد كيفاش طيب أرنب. عنا عملنا ياسر خدمنا في ولاية الساحل عندهم خسيس المهدية عندهم عصبين الأرنب بنا كبيرة. معنا ثم ناس في تقاليدها تستعمل عصبين الأرنب هي لحم الأرنب مش العصبين بطريقته متاع العلوش حاجة أخرى ما حشو مع لحم الأرنب تتقصك الكبدة وكل شيء وتتفوح بحاجات نجم يلقاو عنده نكهة بيه معناه يدخلوا على صفحة جمعية نكهة بلادي يلقاو عصبين الأرنب كيفاش تصير كيفاش المراحل متاعها الأعداد متاعها وبنينا برشا. معناها أنت كتحطها وتقدمها في عشاء مع كسكسي مع حاجة مع أي حاجة أنت تحب عليها ولا حتى فيك إنصوص عادية بنا وتفاجأ مثلا أنت عابد تقول له عصبين الأرنب يقول لك شنية الحكاية تقصها أنت تقدمها تعطي فالوغ. وهذه زادة من الأطباق اللي تقدمت في برشا نزل وراو كيف نحكي على نزل من فئات الأربعة والخمسة نجوم اللي اقتنوا الأرنب وعملوا التجارب مع جمعية نكت بلادي ونجحت وأقبل عليها. أنا عندي بعض مديرين النزل يقولوا وقت اللي بديت الحملة يقولوا لي لطيفة مناش باش نتصوروا روحنا نقدموا في الأرنب الكليوناتنا بعد ولاو هذيكم بيدهم يتصلوا يقولوا لي راو الأرنب لقى إقبال كبير. معناها فما التجربة أثبتت أنه الأرنب ممكن تنجح في تونس. أنا الحقيقة المشاكل التقنية تمر علي مرور الكرام خاطر ما مش مجالي. أنا تعاملت برشا على معناها مع كما قلت لك نقابة الفلاحين ومعناها خدمت برشا مع نقابة الفلاحين وبرشا مع الجيباك هذوما الزوز اللي معناها حليت معاهم مشروع حصص تذوق الأرنب والأسبوع الوطني للأرنب والعديد من التظاهرات حول لحوم الأرنب بليتو لحم الأرانب. وبالنسبة لي أنا كنت في مرحلة ما طوى كيف فوجئت بالمشاكل الحاصلة ولو ما هيش مفاجأة كبيرة خطر كل شيء في العالم أخذي منحة أزمة ومنحة معناها خلل في المنظومات الإنتاجية كسوسوا بالإقبال المفرط وإلا بعدم التسويق جملة. معناها في لي دو كاد فيغور فما خلل في المنظومة العالمية اليوم في كل شيء. دونك نحكي نرجع للرساتات هذوما مثلا في بنزرت زيدا فما استهلاك كبير ومازالوا نسى يربيه والتوى في بنزرت مازالت تسوى في الدار ومازالت العبيه نسى تربي الأرنب في دارها. دونك عندهم العديد من الوصفات. كنت تذكر في بنزرت تنجم تعطينا أهم المناطق في البلاد التونسية اللي تستهلك لحم الأرنب ومشهورة بطبخ الأرنب. شنو أهم الولايات؟ أكثر ولاية معروفة ولاية المهدية فوالا أكثر ولاية تستهلك وتقبل على استهلاك لحم الأرنب وعندهم وصفات يومية بالأرنب. معناها الأرنب إقالة مهدية في العديد. سامحني نعطيك نسبة صغيرة ثم 70% من الإنتاج الوطني ماشي لولاية مهدية وذويها. 70% من الإنتاج ماشي الكونسوماتور في ولاية مهدية وذويها.
وحتى يعني في النزل والمطاعم يقبلوا عليها، والحقيقه ما زالت في العادات اليوميه. هو هذاك اللي يفرق، هذاك اللي من غادي كان انطلقت معناها انطلق الاسبوع الوطني للارنب وقت اللي فهمنا المعطيات هذه. حتى في الجنوب فما تربيه الارنب في الديار، ويطيبوها في اللحم بالقله يعملوا الارنب معناها عادي، من غير ما يخموا برشا. نسي تلقى الارنب متربيه بو، مش الارنب اللي خاطر هي تفرق بين الارنب اللي عند الماء. معناها احنا اليوم نحكوا على القطاع مش على العائلات اش قاعده تعمل. فما في ولايه بنزرت كما قلت لكم قبيله زاد فما استهلاك زاد به على الارنب. الشمال الغربي كل الارنب تفقدت في الحياه اليوميه. صفاق الزيد وقت اللي بديت انا في 2014 رجعت، اما في 2014 من 2014 بديت رجعت. احنا وقتها بدينا العمل مع سيناغري. دونك فما زاد حاجه توا حتى مهديه كيف بدينا ما زالت ما وصلناش لل 70%. كي تمشي الريجيون احنا علاش وقتها مهديه؟ خاطر احنا اعضاء جمعيه نكهه بلادي هما ساعات العباد يسالوني مادام شبيك نسيت الريجيون هذه ولا مشيت في الريجيون هذه؟ نقول لهم مش انا قاعده نمشي لي ريجيون، هما كل ريجيون كيفاش. انا عندي 24 ولايه، كي نحب نخدم اي بروجي جو في ابيل للناس الكل، والبروجي ينجح هنا وما ينجحش هنا، وكل مره كيفاش فوالا. دونك وقتها احنا عملنا 2014 صفاقس، 2015 كانوا حاضرين معانا من مهديه. في 2015 المهدوية خدموا ياسر على الأرنب، ومن غاديكا وليت معايا معناها شيفين وطباخين وكذا، ولاو هما يطيبوا فيه بشكل يومي، ولاو روجوا له في المهدية أكثر من أي ولاية أخرى. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما ذكرت السيدة لطيفة خيري رئيسة جمعية نكهة بلادي على أهمية معناها الطبخ، أهمية معناها لحم الأرنب في طبخنا في عاداتنا في تقاليدنا، وخاصة بالذكر جهة المهدية. ولكن نهاد دمق عنده كلام آخر على القطاع وعلاقته بالجامعة الوطنية وعلاقته بالمجمع المهني. سي نهاد معناها باش ما نطولوش برشا في ذكر التقنيات وذكر القطاع، ولكن القطاع تشرف عليه هياكل معترف بها، هياكل وطنية مثل وزارة الفلاحة، مثل الجامعة الوطنية، مثل المجمع المهني المشترك، مثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. في بالي كانت تتضافر الجهود متاع الهياكل هذية تساوي قطاع ناجح، وخاصة بدعم مؤسسات الدولة في اقتنائها للقطاع هذا، واقتناعها أنه اللحم هذا راهو تكلفته أقل بكثير من اللحم العلوش او اللحم البقري. معقول صحيح. انا بالمناسبه حبيت ندعم كلامك، كونوا احنا مشاكلنا في الارنب راهي ديجا بسيطه ياسر بارابور الدجاج وريتم اخر وكذا. احنا رانا نحكي لك على 70 مربي بطريقه عصريه وصناعيه في كامل تراب الجمهوريه، يعني حكايه فارغه بارابور الدجاج بارابور قطاعات اخرين. احنا مشكلتنا تويكا كما قلت لك هيكله الجامعه الوطنيه لمربي الارانب اللي هي صلب الاتحاد. الجامعه هذه المندا نتاعها وفات، وحتى رئيس الجامعه المكلف في جوان 2021 قال انا خذيت الريتريت، ما عادش مشرف على الجامعه. وقعدنا يعني نطلب غياب تام لسلطة الأشراف على القطاع. اي وقعدنا نطلب من أعضاء مكتب التنفيذي وللهيم بالهيكلة بما فيهم سي معز الزغدان باش إنه نعاودوا نهيكلوا الجامعة الوطنية جديدة وتصير انتخابات جديدة إلى آخره. لقينا شوية وعود تو ما تنفذش حتى شيء. تو نستناو في هيكل الجامعة، خاطر احنا اعتبار هذيك أمنا، ما عندناش أترافير الجامعة احنا مش نجمو نوصلوا صوتنا. نجمو نبعثوا مراسلة للوزير، نبعثوا مراسلات، ندقوا بيبان إلى آخره. مرانا كان في افتتاح سياماب 2021 جاب حذانا سي رئيس الاتحاد سي عبد المجيد الزار وسيد الوزير، وفرحنا بهم كونوا سيد الوزير الجديد سي الياس حمزة ولد الدومان وملم شوية بقطاع الأرنب وعنده شوية فكرة. بعثنا له مراسلة في 16 نوفمبر 2021 انه نحاولوا ننهضوا بالقطاع وبرزنا حتى شنو من المشاكل، خاطر ديما اهل الميدان هما اللي باش
يعطيوا الضوء سواء للإدارات سواء للهياكل المعنية شنو المشاكل اللي موجودة عندنا، خاطر مش باش يحاو بهم. احنا ننتظروا كخطوة أولى كما قلت لك حكاية الجامعة الوطنية، وكي نوصلوا للمجمع نحبوا قرار صارم من المجمع المهني المشترك، يا إما يبقى المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب ويوفر لنا مساحة حتى في مجلس الإدارة، يا إما يقعد يرجع كما كان المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن من غير أرانب، تقعد جيبا مع جيباك. يعني احنا مشكلتنا احنا كان عندنا عضو فما مجلس إدارة في صلب المجمع متكون من 7-8 أعضاء بما فيه من لوتيكا من لوتاب من كاتب عام جامعة وطنية بتاع الدواجن بما فيهم فلاح مربي أرانب. ما رأنا كان في الوقت الحالي مثل ما عندناش حتى فلاح مربي أرانب موجود في مجلس إدارة بتاع المجمع، اللي هذا ما هوش معقول. احنا انت حرمتني باش نوصل صوتي، ما عادش انت هو الهيكل اللي تمثل لي سبحان الله. ما انت كيفاش نقولوا مجمع مهني مشترك منتجات الدواجن والارانب واحنا ما عندناش حتى فلاح مربي ارانب موجود في وسط مجلس اداره؟ فهمت الضغط وانت يعني هذوما النقطتين نبداو بهم هما باش نجموا نقدموا تعاود ترسك للجامعه الوطنيه لمربي الارانب. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية نطلب أنه تكون عندنا عضوية في مجلس إدارة المجمع المهني المشترك، وبالمناسبة نقدم تحية سي طارق الشاوش وبروبوزينا عليه، والموضوع قاعد في الدراسة وربي سهل. هذوما النقطتين اللي بهم هما إن شاء الله نجموا نحسنوا، على خاطر في وقت من الأوقات الجامعة الوطنية هي اللي خدمت والمجمع هو اللي خدم وحل برشا مشاكل نتاع تسويق الى اخره ووفرنا لحم الارنب في لكن انت تتحدث على الهياكل تتحدث على الجامعه الوطنيه تتحدث على اتحاد الفلاحين وعلى وزاره الفلاحه. تم مؤخرا تركيز نقطه بيع من المنتج للمستهلك في جهه صفاقس ونالت استحسان ورضاء المتساكني الجهة نظرا لمعناها انخفاض بعض الأسعار خاصة في الخضروات والغلال واللحوم الحمراء. شنو هي علاقتكم أنتم بنقاط البيع هذه اللي تسمى معناها الديوان ماركت؟ هي في الأصل معناها السلع هذه جينا من الدواوين مثل ديوان الشعال، هي منتوجات وطنية تباع بصفة مباشرة للمواطن وينتفع المواطن بأسعار معناها مدروسة وأسعار في المتناول. أنتم أصحاب قطاع تربية الأرنب، هل أنه ثم النية لدفع قطاعكم وتواجدوا على مستوى البيع في النقاط هذه؟ ربما تكون فرصة لأنه وزارة الفلاحة النية متاحة مش تعمم جميع نقاط البيع من المنتج للمستهلك في كافة أنحاء الجمهورية، وانت تعرف اللي معناها النقاط هذه قاعدين يعممون فيها. احنا حل جزء من الحل هو حل، وشاركنا عده مرات حتى هوني في تونس العاصمه في سوق المنتج المستهلك. بون سنا ظرف خاص ما نجمناش نشاركوا، قاموا باستدعانا بالنسبه في سوق المنتج المستهلك في ولايه صفاقس، قاموا باستدعانا ما نجمناش نشاركوا لاسباب خاصه نظرا لضيق الوقت. ولكن لكن نأكد لنقطة البيع من المنتج للمستهلك في قطاع اللحوم والخضروات هي موجودة بجانب مقر الاتحاد الفلاحة والصيد البحري بصفاقس في نهج الريد البجاوي مقابل للمعهد العالي للموسيقى. النقطة هذه في خدمة المواطنين من الساعة 8 صباحا حتى للساعة 4 مساء، متوفر فيها اللحوم الحمراء والخضروات وأيضا الغلال والتمور والزيت الشعال وبأسعار مدروسة، ربما نقول الأسعار هذه في متناول البعض. صحيح. عندما لا نتحدث عن مسألة الطبقية في تونس. صحيح، ولكن ديما نرجع للنقطة الأولى اللي بدينا بها كونه احنا تويك قطاع يتيم، يعني حتى الجامعة ما عندناش جامعة، حتى هيكلة ما ثماش، ما عندناش صفة. أنا ما نجمش ندخل الاتحاد نقول السلام عليكم أنا نهاد الدم الفلاح نحب نشارك بالمنتوج نتاعي باش لكن نأكدوا اللي رغم تراجع القطاع ورغم خروج العديد من الفلاحين من قطاع تربية الأرانب ومن قطاعات أخرى في الفلاحة تبقى الفلاحة هي الحل.
تبقى الفلاحة، والفلاحة هي التي توفر الأمن الغذائي للمواطن ولكل التونسيين، وبدون أمن غذائي لا يمكن أن نتحدث أيضا عن الأمن العام أو أمن المواطن بصفة عامة. ما رأيك في الموضوع هذا؟ هو أنا نحب نعقب على حكاية ضيق الوقت. أنا في العادة ما نتكلم كان على اختصاص المطبخ التراثي، من اليوم باش نتكلم على حاجة أخرى، بلي يعطيه فرصة للمنتجين وللحرفيين باش يحضروا رواحهم قبل ما تستدعاهم. كل شيء قاعد يصير درنير مينوت ومن بعد يقول لك لا ما نجحناش ولا صار ولا خلل ولا كذا. بلي يحاولوا وقت اللي تبعثوا المراسلات جستمون ساعات انت قبل بنهارين عطاوك فصحى، فما غيرك قبل بليله وبليه وليه وراه لازم فما تدشين رسمي. صحيح سا سباس با كوم سا. الحاجات اللي تنجح راهي تاخذ وقت في التحضير وفي الاعداد، الحاجات اللي تتخدم قبل باشهر، الحاجات اللي يتركز عليها وقت اللي نبداو نعملوا خطه باش نخدموها. بعض الناس وقت اللي انا خدمت تظاهرات على الارنب بهتوا، خاطر فما سنوات عديده خدمت العديد من الجمعيات على الارنب وحتى حد ما لقى الحل. انا خديت برشا اشهر الحقيقه في الوقت هذاك. انا المشاكل تحكيوا عليهم في الجيباك ما نعرفهمش، توا عندي مده ما خدمتش معاهم، مي وقتها ما كانتش فما نوعيه المشاكل هذه. خديت وقتي في الاجتماعات، عملنا انا قدمت مقترحات وهما قدموا مقترحات، لقينا حلول، خذينا وقتنا خاصة على مدى العديد من عدة أشهر وصلنا لليوم المحدد، خرجت الحكاية للعبيد لقات نجاح. سي نهاد دمق كلمة الختام. كلمة الختام بارك الله فيكم على الاستضافة مرة أخرى، ومساج صغير نحب نوصله للرئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري سعد مجيد الزار. بالله لفتة صغيرة لقطاع تربية الأرانب، رانا من 8 سبتمبر 2020 وإحنا على أمل باش إنه نعملوا اجتماع باش إنه نعملوا هيكلة جديدة للجامعة باش إنه نكونوا لجنة باش نلقاو ندقوا على لي مارشي بورتا بورت. شي ما صار، ماذا بينا لفتة صغيرة منك أنت تنهيكلوا الجامعة، خلي أعطي فرصة للشباب الجدد وللفلاح الجدد إنهم يضيفوا ويقدموا في القطاع هذا. شكرا. لطيفة خيري رئيسة جمعية نكهة بلادي، كلمة الختام. أنا نحب نشكركم على الاستضافة هذه، رجعتني ذكريات حلوة في تجربة كانت ممتعة في وقتها وفي حينها، وقعدت في تاريخ جمعية نكهة بلادي معناها متواصلة لليوم، العبيد ما زالت تحكي عليها. أيضا نحب نشكر الفريق الإعداد وفريق التقني اللي هالحصة هذه الجميلة خلتني اكتشفت كواليس محليهم في يعني عشت في التصوير وكل شيء. ولا كما قلت جمعية نكهة بلادي متواجدة تنجم تعاون صغار الفلاحين في التسويق لهذا المنتوج على ذمتكم في أي وقت. أيضا أريد أن أتقدم بالشكر لفريق الأعداد أمال بن عمر وعلي البليلي اللي قاموا بإعداد هذه الحلقة. أيضا شكر خاص لكافة الفريق بقناة الجنوبية الذي يسهر على إعداد أيضا وتصوير هذه الحلقة. شكرا لك على قبولك الاستضافة والحضور معنا في حلقة اليوم. شكرا سي نهاد على قبولك الاستضافة والحضور في حلقة اليوم. أعزائي المشاهدين إن شاء الله الحلقة هذه تنال إعجابكم، على أمل اللقاء بكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. برنامج الأرض الطيبة يفسح لكم المجال للاستفسار وتقديم تساؤلاتكم حول مشاكل الفلاحة في كامل تراب الجمهورية. للاتصال 70-289-923 أو 29-286-967 أو على صفحة الفيسبوك الجنوبية تيفي.